مشاهدينا أهلا بكل حضراتكم مرة تانية وأولى فقراتنا، ودايما صحتك بالدنيا. بعض المشاكل اللي بتواجه بعض الناس في عيونهم وهي المية الزرقاء. المية الزرقاء أكيد طبعا ليها أعراض وليها أسباب كتير، هنعرف معاكم النهاردة أبرز أعراض المية الزرقاء. بتبدأ معانا من انخفاض ملحوظ في الرؤية الليلية أو قدرة العين على التكيف مع الظلام، خصوصا الناس اللي دايما بتشتكي أنها ما بتشوفش بالليل كويس. الشعور بصداع منخفض الدرجة ثم تزداد شدته حسب زيادة التوتر. كمان الحاجة لاستبدال النظارات بشكل مستمر ورؤية هالات تحيط بالمصابيح الكهربائية، ودايما شكوى هالات حول المصابيح الكهربائية كتيرة من ناس كتير جدا، دايما لما يروحوا للدكتور يقولوا بحس ان اللمبة حواليها هالة، دي بداية وجود مية زرقاء فلازم ننتبه ليها. طيب المية الزرقاء ليها أسباب، أكيد في بعض أسباب للمية الزرقاء. بترتبط الأسباب دي ارتباط لصيق بالضغوط العصبية ومشاكل التغذية، وممكن كمان تكون سببها اضطرابات أخرى زي السكر وارتفاع ضغط الدم. وبيتم الربط بين مشاكل الكولاجين وهو أكتر البروتينات انتشارا في الجسم والمية الزرقاء. طبعا الكولاجين له فوائد كتيرة جدا، حتى لما ما بيكونش موجود في البشرة بشكل قوي بنحاول نعيد وجوده ببعض الوصفات اللي كنا قلناها معاكم في حلقات قبل كده. طيب خلينا نتابع أسباب المية الزرقاء. الكولاجين طبعا بيعمل على زيادة قوة مرونة أنسجة الجسم خاصة أنسجة العين، وبيسهم طبعا شذوذ الكولاجين والأنسجة في مؤخرة العين في سد الأنسجة اللي بيتم من خلالها عادة تصريف السوائل الموجودة داخل العين، وده اللي بينتج عنه طبعا ارتفاع الضغط داخل العين، واللي بيؤدي بدوره لحدوث المية الزرقاء وفقدان البصر اللي بيرتبط بيها. ودي نقطة مهمة جدا محدش يستهون بيها، لازم يكون ليها متابعة مستمرة بشكل على طول من خلال الطبيب علشان لا قدر الله ما يفقدش البصر في أحد العينين. طيب خلينا نكمل أسباب المية الزرقاء. كتير ما يصاحب الحالات دي حدوث أخطاء في التمثيل الغذائي للكولاجين، وبيؤدي ده لاضطرابات العين. الكولاجين نرجع نأكد على وجوده المهم جدا جدا في الجسم، ولازم نحاول نحن ناكل الأغذية اللي بتدعم الكولاجين في الجسم علشان نحافظ على عيوننا من أي ضعف فيها. خلينا نطلع معاكم الفاصل ونرجع نكمل حلقتنا.